بيكم أصدقائي الأعزاء، بالأمل تستمر الحياة، بالأمل تقدر تتخطى أي إعاقة وتكسر كل قيود، والإعاقة مع قوة الإرادة. هو ده شعار صديقتنا الجميلة. حياتها اتغيرت تماما بعد ما اتراحت ساقيا وعرساق واحدة وعكازات من المعدن. بتعيش صديقتنا الجميلة حياتها قوة إرادتها وعزيمتها، بتتحدى كل صعب وتواجه العاقة بكل شجاعة. صديقتنا الجميلة نموذج جميل للمرأة القوية صاحبة الإرادة. قوة إرادتها رفضت الاستسلام لليأس. قوة إرادتها وعزيمتها نجحت في تحويل العاقة لطاقة.